خلونا نبدأ موضوعنا الرئيسي، هو عن إدمان العمل. ولو سألتك يا هاني، هل أنت تحس نفسك مدمن عمل؟ والله أنا مدمن شاي صراحة. بس العمل أنا أحب شغلي صراحة. ما أعتبر نفسي يعني أنه مسألة إدمانية، أحب شغلي. أنه يعني في جزء من حياتك فيها عمل طبعاً. وكم يعني في المية يعني تقريباً؟ أنه الحيز اللي يأخذ العمل من حياتي يعني 30-40%. حلو، ممتاز والله. وباقي الأمور نوزعها يعني على الحياة الاجتماعية. ولكن أحياناً نكون مشاهدينا أنه نكون أشخاص مدمنين على العمل بس غير منتبهين على أنفسنا، وما ندري أنه إحنا في حالة إدمان. اليوم معنا زميلتنا ميرا من القسم الرياضي، واللي تعترف انها شخص مدمن على العمل. يا ساتر، مرحبا ميرا، صباح الخير. صباح الورد. اهلا اهلا. طبعا انت من الناس اللي كثير يحبون الشغل، ويعني يمكن تقضين 3-4 يومك في الشغل. متى او كيف عرفتي ان انت شخص مدمن على العمل؟ عرفت شخص اني انا شخص مدمن على العمل لما حسيت اني انا ما اقدر انام اذا عندي شغل. اصير احلم بالشغل، اصحى اول شيء اشيك على ايميلاتي. ف هذا هو إدمان العمل أتوقع. واصل هذه المرحلة. واصل هذه المرحلة. هذا يعني مع أول عمل اشتغلتيه في حياتك ولا وصلتي لهذا؟ شوف، من بداية من عمري 17 أنا أشتغل، أحب الشغل أنا، بس الحين وصلت لمرحلة الإدمان اللي فعليا أنا ما أقدر أترك شغلي. طيب مسألة أنه إذا في عندك مثلا عمل تتحلمين بالشيء هذا، أول ما تصحين تشيكين إيميلاتك، لكن هل كيف انعكس هذا الشيء على حياتك الخاصة؟ حياتك الاجتماعية مع الأصدقاء الصديقات؟ ما عاد في حياة خاصة، في حياة. صراحة شغلي صار هو حياتي. ما في يعني أحاديثك مع المحيطين كلها يظهر عن 80% نقدر نقول عن الشغل. إيه، وإحنا نلاحظ طبعا إحنا كحكم زملاء دائما نشوفك مشغولة بالتليفون، صح، بالتنسيق إلى آخره. طيب هذه الحالة يعني هل هي مريحة لميرا ولا ما كان بالإمكان أفضل من ما كان، ولا أول شغالة أنت على تغيير هذا النمط؟ هو صراحة حاولت أفصل بين حياتي الشخصية وحياتي العملية لكن ما نجحت. أيه؟ دائما أن كل ما أقول خلاص ميرا ستوب افصلي ما أقدر أرجع. شو اللي يخليك ترجعين يعني؟ شو اللي يخليك فاقدة السيطرة؟ أحب شغلي. يمكن إحساس بالمسؤولية أكثر. إحساس المسؤولية، وأحب شغلي أنا. أحب شغلي. طيب هل أنت تردين على مكالمات؟ إحنا نعرف إنه أنت كثير تحبين العمل، بس هل تردين على مكالمات الشغل لما تكونين في البيت، لما يكون يوم ويكند، لما تكونين في إجازة؟ دائما لازم أكون معاهم على تواصل، ما أقدر أفصل عنهم. وهل الشيء أنت متطوعة فيه، ولا هو إنه تحسين إنه مثلا القسم اللي أنت فيه يحتاجون هذا الشيء؟ مو تطوع، أنا أحس بمسؤولية مثل ما قلتي قبل شوي، إن إذا غبت ممكن دائما عندي الإحساس إنه ممكن يصير شيء، لا خليني أتواصل معهم أطمن إنه خلاص الأمور تمام. صرتي قلقانة أكثر معهم. بالضبط. طيب ميرا، كيف قادرة أنت يعني تفرقين بين حبك للعمل والقلق الزايد اللي يأثر على أعصابك، ممكن تسبب لك يعني مشاكل بالضغط؟ يعني خلي يعني أحيانا الحب مو دائما الحب شيء زين. من هذا الباب يعني ما تحسين أنه الموضوع فيه تعب عليك على أعصابك، فيه ضغط كثير، غير مستمتعة بحياتك كثير، حتى وإن كنت تحبين العمل؟ كثير كثير في ضغط هاني. نعم. كثير يسبب لي ستراس، كثير يسبب لي أعصاب، مأثر على علاقاتي الاجتماعية مع أصحابي. نعم. مع أهلي. بس مهما حاولت أفصل ما أقدر أرجع، يعني أفصل أرجع خطوة أتقدم 10. طب هل يجي لك فترة أنه تقولين خلاص أنا الحين بأخذ إجازة وما راح أرد عليهم وبكيفهم؟ يعني بعض الأحيان الإنسان يحتاج يفصل هالفصلة، تجي لك هذه الحالة؟ وهل تطبقين هذا جاتك ولا لا؟ ياما تجيني، ممكن أطبقها نص يوم ماكسيمم، إذا طولت يوم يومين بعدين أتراجع. هو هذا الإدمان يعني صراحة بعض الأحيان هي صادقة تحس بمسؤولية، يعني أنه تقول ما لي دخل، يعني الحين في إجازة، لكن بعض الأحيان تحس بمسؤولية، خاصة لما تكون زي ميرا يعني أكثر. فعلا. طيب ميرا يعني احنا محترنا الحين، يعني هل انت مستانسه بهذا الشيء، مبسوطه فيه؟ احبه. اي، مبسوطه ولا مو مبسوطه؟ لا مبسوطه فيه، مهما سبب لي ضغط انا مرتاحه في هالشيء. طيب هل سبب لي ضغط بس انا احبه؟ هل تحسين انه بيجي لك يوم انه تحسين انك انت غرقتي في الشغل وغرقتي نفسك وخسرتي علاقاتك الاجتماعيه؟ حسيت فيه، ويعني ضاع منك وقت كبير وانت ما سويتي شيء؟ جاني هذا الشعور قبل بس ما خلاني ابعد عن عملي ابدا. طيب وإذا تعبتي مرة يعني وش تسوين؟ إيش كيف تنفسين عن أخذ ضغوطات؟ أخذ إجازة يومين أنام وبعدين أرجع أشتغل. حلو والله، حلو النوم، يعني بعض الأحيان ترى هو يكون الحل إنه تنام تريح أعصابك تبعد شوي تفصل، يعني مو لازم دائما العلاقات الاجتماعية إنه أنت طلعات وروحات وجيات علشان أنت تقدر تفصل، خاصة زي ميرا لما يكون عندها ضغط كبير في العمل.
طيب هل يزعجك مثلا المحيط انه يقولوا لك انه انت مثلا انت حياتك كلها شغل، ما عندك علاقات اجتماعيه؟ احنا لما مثلا المحيطين فيك يقولون انه مثلا ميرا صار ما ينقعد معاها لانه دائما مشغوله، دائما تليفونات، دائما متوتره. انا ميرا، انا كذي. عجبكم اهلا وسهلا، اللي مو عجبكم انا اسفه. يا سلام. لا بس يعني طب والاهل؟ انه الاهل يتابعونا الحين وش وضعهم؟ الاهل خلاص عاشوا معي هالمرحله وصاروا عايشين حياتي العمليه يوم بيوم، تعودوا على انه تاقلموا مع الوضع. تاقلموا خلاص. ترى بعض الاحيان صدق اهلك يعني اذا شافوك كثير مشغول انه يتاقلمون مع وضعك، يعني في البدايه مجبرين مو متاقلمين. ايه بعض الاحيان انه يذموهم. يعني مثلا لو في احد مثلا من اصدقاء ميرا يقول لها مع السلامه، بس لا والله ما يقدرون يقول معك. يعني بعض الاحيان انت تحتاج الاصدقاء اللي يدعمونك، يعني لما تكون مشغول، لما تكون تحت ضغوطات، يمكن تروح عند صديق بيته او تجلسون جلسه بسيطه تفضفض تتكلم، حتى لو كنت تتكلم في الشغل، بس انه ترتاح شوي. لكن